هاي إيفريوان، مستر راضي with you. أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم مستر راضي. Today we are going to the third part of reported speech, direct and indirect. النهاردة يا أصدقائي الأعزاء معنا الجزء الثالث من الكلام المباشر والغير مباشر. الكلام المباشر والغير مباشر معنا الجزء الثالث اللي هو الأمر imperative. How to change imperative from direct speech into indirect speech. ازاي نحول الامر من الكلام المباشر الى الكلام الغير مباشر. احنا طبعا في الجزء الاول كان statement اللي هو الجملة الخبرية، وكان الجزء الثاني questions اللي هو السؤال. النهاردة معنا الجزء الثالث اللي هو ازاي نحول الامر من المباشر الى غير المباشر. هنتبع نفس الخطوات السابقة، لكن هنتكلم في هذا الجزء أيضا بالتفصيل الذي يخصه كما سبق. الفعل الأمر احنا برضو ده شرحناه في حلقة خاصة بالإمبراتيف. خدنا الأمر وقلنا الأمر ينقسم إلى مثبت أو منفي اللي هو النهي، وقلنا دو افعل أو don't do لا تفعل اللي هو يعني لا تفعل اللي هو النهي. ده اتكلمنا عن الأمر يعني. طيب لما يقول افعل دو زي مثلا eat play sleep وهكذا، don't play don't run don't drink don't do، فده الأمر بيبقى بالشكل ده دايما، يا إما مثبت أو منفي اللي هو النهي يعني do أو don't do. في الحالة دي بنعمل إيه إحنا؟ أولا فعل القول واحد، تحويل فعل القول إلى فعل مناسب للحالة. إزاي؟ فعل القول هو ستو ده ستو، بنحوله إحنا إلى فعل مناسب للحالة. يا إما مثلا نقوله لو كان شخصين متساويين مع بعض ممكن نقوله أسكت طلبة طالبة، أو طلب أخبار مثلا. طيب لو كان عندنا أمر من يعني حد أعلى بيأمر غيره يبقى نقوله recommend، نقوله ordered معايا أو ordered أمر أو command. طيب مثلا عندي نصيحة يبقى نقول الدكتور، نقول ادفايز نصح. طب ريكومندد وصى بي مثلا ريكومندد اها. فاحنا بنستخدم فعل مناسب للحاله، اوردرد اسكت ادفايزد ريكومندد ارجد يعني وورنت حذره مثلا اهو، حسب الفعل المناسب للجمله الامريه. لانه احنا الامر ده بيكون يا مثلا اشرب الدواء، فدي نصيحه بيقولها الدكتور فانا هقول ادفايز. طب don't play with fire لا تلعب بالنار يبقى هنا warned مثلا. don't come near the river لا تقترب من النهر يبقى warned حذره. طيب لما نقول مثلا اشتري buy this car يبقى recommended يعني وصاه انه يشتري هذه السياره. فانا بستخدم فعل مناسب بدلا من ايه من سيبتو اللي هو فعل القول. طب اثنين، نحذف الاقواس ونضع تو، نضع تو معناها بأن. طب ثلاثة، نحذف don't في النهي، في حالة النهي بنحذف بنحوش don't ونضع not to معناها بألا، ترجمتها كده. ده الجزء الخاص بالموضوع، سهل ثلاث خطوات ببساطة. احنا بنحذف الأقواس طبعا، نحذف الأقواس وهنا بنضع تو في الامر المثبت في حاله الامر المثبت. طب في حاله النهي بنحذف برضه الاقواس ونضع والحوش دونت ونضع مكانها نوت تو معناها بألا. هنطبق الكلام ده معانا عملي، هيكون بسيط جدا. يعني لما نقول هنا علي سيد تو هاني، علي قال هاني اوبن دور افتح الباب، ده الكلام ده مباشر، الكلام ده خرج من بوك علي مباشرة، خرج منه نصا ما حصلش فيه تغيير، اسمه كلام مباشر يعني الموضوع بين اقواس لم يحدث فيه اي تغيير. فاحنا عايزين نغير الكلام نحولوه على لسان حد تاني، يبقى ازاي؟ قلنا ستو هنستخدمها فعل مناسب، هقول علي ت
told اخبر هاني بان. ايه معنى بان؟ قلنا نحذف الاقواس دول وننزل احنا ايه تو، يبقى بان يفتح، تو اوبن ذا دور، بان يفتح الباب. طيب لو نقول مثلا دكتور سد تو هاني، قال لهاني دونت سموك، دونت سموك لا تدخن، دونت سموك تدخين ضار، دونت سموك لا تدخن. طب انا في الحاله دي قلنا بعمل ايه؟ بنحذف الاقواس ونحذف مين؟ دونت في النهي، هذا نهي دونت يعني لا، بينهي دونت لا تفعل. بنحذف الاقواس ونحذف دونت ونضع مكانهم ايه؟ ونضع اللي هو مين؟ نوت تو، معناها بألا. يبقى نقول دكتور، الدكتور عمل ايه لهاني؟ ده نصيحه، يبقى نستخدم فعل مناسب، يبقى نقول ادفايزد، نصح ادفايزد هاني بألا. ايه معنى بألا؟ قلنا بنحذف الاقواس اهي ونحط ايه؟ نوت تو ودونت، نحذف الاقواس ودونت ونحط مكانهم نوت تو، بألا يدخن، بألا يدخن. احنا هنا بنحذف الاقواس بس، بنحذف حاجه واحده بس ونحط حاجه واحده بس اللي هي تو. هنا حضرتك بنحذف اثنين الاقواس ودونت ونحط اثنين نوت تو تو، افتكرها كده، هنا اثنين وهنا اثنين اهو. طيب هنقول تاني في الامر المثبت اللي هو افعل كذا، انا بقول لك درينك اشرب، بلاي يلعب، ران استدي ذاكر، في الحاله دي انا بحذف الاقواس واحط تو اللي هي معناها بان. يبقى نقول مثلا فاذر سيد تو هيز سن، الاب قال لابنه استدي هارد، يبقى في الحاله دي نقول ايه؟ فاذر ادفايزد هيز سن، الاب نصح ابنه. جمله مثبته، هنحذف الاقواس ونحط ايه؟ تو، بان يذاكر، يبقى تو استدي. طب لو قال له دونت بلاي، يبقى نقول له فاذر ادفايزد هيز سن، هحذف الاقواس واحفظ واحوش دونت، هحذف اثنين الاقواس ودونت، يبقى احط اثنين، احط ايه؟ نوت تو تو، يبقى فاذر advised his son، advised his son not to بألا play، بألا يلعب. هاخد المثال ده اوضح اهو. dad said to هاني، قال لهاني don't play، لا تلعب. في الحالة دي أنا بعمل إيه؟ أنا بحذف اثنين، بحذف الأقواس وأحذف دونت وأحط مكانهم إيه؟ نوت تو، يبقى هتبقى داد تولد أخبره أو أدفايزد، حسب الفعل، حسب قوة الفعل اللي أنا بستخدمه، إذا كان نصيحة، إذا كان أمر، إذا كان طلب، إذا كان تحذير، إذا كان تزكية أو توصية، يبقى نقول داد تولد الأب أخبر هاني هنا نوت تو بألا، نوت تو بلاي، بألا يلعب. ده الجزء الخاص بتحويل الامبيراتيف اللي هو الامر اللي هو الاوردر، اوردر يعني امر، امبيراتيف امر، تحويله من مباشر الى غير مباشر. ده الريبورتد سبيتش الخاص بالامبيراتيف في الجزء الثالث، ثيرد بارت الجزء الثالث. اتمنى احنا نكون كده خلصنا يعني، وحضراتكم استفدتوا من تحويل الجمله الخبريه وتحويل السؤال من المباشر الى غير مباشر. بكون دايما سعيد لما بكون مع حضراتكم، اود اني اكون قدمت لحضراتكم معلومه ولو بسيطه. اشتراك حضراتكم في القناه يسعدني ويشرفني جدا. See you next time. Thank you very much. Goodbye.